اهلا بيكم طبعا، الشغل الانتظار ان احنا نكون معاكم دايما ودايما نقدم لكم اجمل حاجة وافضل حاجة تخص الصحة والجمال واكتر حاجة تسعدكم. فده خلينا النهاردة نجيب لكم حد من رواد التعامل مع الاطفال. معانا النهاردة دكتورة أميرة فتحي، رئيس مجلس إدارة سيمبا جروب، دكتورة في الصحة النفسية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا دكتورة أهلا أميرة، أهلا بحضرتك. منورانا في الله يخليك. استوديو اسعد قلبك مع الشاذلي. أهلا بيك. أهلا بيك. جلستنا طبعا النهاردة جلسة ضيوف الشاذلي، حابين ندردش معاكي كده شوية، تحت نتكلم أمرك. في جزئية كده جميلة قوي. دلوقتي احنا أغلبنا بيبقى خصوصا ان احنا في السن الحديث، يعني بنبقى معانا أطفال صغيرين لسه ما عندناش خبرات سابقة إن احنا نتعامل معاهم، فطبعا ده بيخلي فيه دور كبير جدا على الأسرة التانية أو الأسرة البديلة بالظبط مؤقتا اللي هي بالظبط في الحضانة. بالظبط. كلميني كده، لما بيجيلكم أولاد صغيرين، قبل ما نتكلم عن مثلا المعيار عندنا كأسرة إزاي نختار الحضانة، كلمينا كده ازاي نظرتك ايه بالنسبة للطفل اللي جايلك لسه أول يوم؟ الطفل اللي بيبقى لسه جاي هو والدته ووالده، بيبدأ أول حاجة ببقى عايزة أعرف هو ترتيبه كام في إخواته، هل هو أول طفل في البيت ولا التاني ولا التالت؟ بيفرق قوي معايا في تعامل مامته وباباه معاه. الطفل الأولاني بيكون مدلل، بيكون محور اهتمام دايما البيت والعيلة كلها، كمان لو حفيد أولاني. الطفل الأخير ده بيبقى دايما متساب، هو ده بقى اللي بيربي البيت كله زي ما مع بيقولوا، انه اخر العنقود. بيسيبوه فعلا، بيبقى مدلل جدا. الطفل الوسطاني دايما بيبقى حيران، فدايما بيبقى لينا فرق في التعامل ما بين ترتيب الطفل من الكبير للصغير للوسطاني، بيفرق معانا جدا في الشغل جوه الحضانة. طيب الحضانات والدور اللي هي اللي بيبقى عليها دور كبير طبعا، بس طب انا دلوقتي مع تغير الفترات حتى المستوى بتاع اي حضانة والتانية ما بيبقاش ثابت عند مستوى معين، يعني ممكن بالظبط في وقت وفي وقت وفي وقت بيكون بالظبط. مختلف. طب ايه المعيار او ايه الطريقة اللي انا الصح اللي انا اختار بيها الحضانة اللي انا اودي فيها ابني؟ اول حاجه لازم تكون المكان ده صحابه او القائمين عليه او الاداره تكون حد فاهم قوي، حد دارس، حد عارف ايه سيكولوجيه الطفل نفسه، هيتعامل معاه ازاي، هيعرف يتعامل مع البيت ازاي، هيعرف يتعامل مع الاسره دي ازاي، هيبقوا ازاي تيم ورك ناجح ما بين الحضانه وما بين البيت، لان هما الاثنين هيطلعوا حاجه لازم تكون حاجه كويسه. فلازم الام وهي بتختار تختار المدير ده عامل ازاي، اللي بيدير الاونر المكان قائم عليه بيعمل ايه، هل هو فاهم، هل هو فاتح الموضوع لمجرد ان هو بزنس، او هو لسه نيو في الموضوع، او لسه نيو في مجال الحضانات اول مره يتطرق ليه، ولا هو حد دارس وفاهم وتعامل وعنده خبره اكتر من سنه في التعامل مع الاطفال وفي سيكولوجيه الطفل وفي سيكولوجيه الام والاب نفسهم، هو عارف الدنيا ماشيه فين، هو بيتطور مع بمعنى ان الدنيا ولا حضرتك لا. بتتكلمي ان بيبقى عليكم دور كبير في جزئية الارشاد الاسري او الارشاد التربوي جدا جوه المنزل، يعني بالظبط بنسيب بالظبط تاسك مثلا للام ممكن تعمله في البيت في التعامل مع اولادها، بالظبط بالظبط. يعني بقدر الدور الاحظ مكمل. الطفل بالظبط، بقدر الاحظ الطفل ايه المشكله اللي عنده، وببقى عارفه سببها جاي من فين في البيت من خلال ملاحظتنا للطفل ده، وبقدر اتواصل مع الام فيها، وبتطلع فعلا الاسباب اللي احنا حاطينها الطفل عملها ده سبب وكذا، ده سبب وكذا، بقدر اتواصل معاها بتاكد لي فعلا ان هو دي الاسباب، بنبدا نشتغل على حلها بالتواصل ما بيننا وبننجح فيها الحمد لله. طيب المدرسة عندها حضور وانصراف وطابور وكده، الحضانة يا ترى ازاي بتلاحظي مثلا الطفل اللي بيجي مثلا كل يوم ومنتظم وبيطبق الحاجات المطلوبة منه عن الطفل المتأخر؟ ما الاتنين سوري يعني بالظبط زي ما كنا بنقول ما الاتنين في حضانة. بالظبط. المشكله ان دلوقتي نظره المجتمع للحضانه ان هي حاجه جاست فور فان، هو نازل يعني هيستضيفوه في المكان وخلاص، لا، الطفل اللي بيواظب بيحضر انشطه اكتر، بيتابع، بيتطور، بيتطور في مهاراته، بيتطور في اسلوبه، بيتطور في الشغل الاكاديمي معاه، بياخد مونتسوري، بياخد حاجات، لما بيطلع للمدرسه بيكون مختلف. تيتشر المدرسه في الكلاس بتحس بالفرق ما بين الطفل اللي جاي لها من حضانه وما بين الطفل اللي جاي لها من البيت، احنا كمان في الحضانات بنحس بالفرق ما بين الطفل اللي جاي لي كبير على الكلاس الكبير لمجرد ان هو ده اللي مناسب لسنه، وما بين الطفل اللي طالع من عندي اخد 3 مراحل مثلا جوه الحضانه.
بيبقى في فرق شاسع في المستوى ما بينهم. يعني حضرتك شايفة ان ده ما يغنيش عنه ان انا ممكن اجيب مدرسة تأسيس في البيت؟ اطلاقا، لان المدرسة بتلقن شغل اكاديمي، ما بتشتغلش على مهارات الطفل، ومش كل الامهات عندها وعي او عندها الامكانيات في البيت اللي تسمح لها ان هي تنمي مهاراته. بلس شغل الجروب بيبقى مختلف تماما عن ان هو طفل لوحده في البيت. بتعملوا ايه مع الاولاد في الحضانه عندكم؟ يعني عايزين حاجات نتفرج كتيره جدا مثلا. والله. يعني احنا مثلا عندنا هو معانا يوم فيديو عن العشر الموضوع كده ده على فكره، كان جاي لنا، كان جميل جدا وعليه، فحابين نسمع من ما حضرتك فيش اكتر. مشكله. هو احنا الفكره ان انا بشتغل على الـ 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 اليوم اللي هو الطفل بيقضيه، الشهر ده شهر ايه، احنا عندنا ايه مناسبه مميزه في الشهر ده. كل اطفالنا او الجيل الجديد مش زينا، ما حسوش بالمناسبات زينا، فبحاول اخلق معانا جو الفيديو الحضانه. بيتعرض على الشاشة، تمام. فبرضه حابب حضرتك تكلمينا أكتر إزاي نغرس في أولادنا عادات مماثلة للعادات الشرقية اللي إحنا تربينا عليها، في نفس الوقت نبقى بنواكب. ببدأ أخليهم يعملوا تمثيل للحاجة القائمة. يعني إحنا داخلين على شهر كريم إن شاء الله، شهر رمضان، كل سنة كل طيب. سنة حضرتك طيب. بيفرق بقى معايا إن أنا ببدأ أهيئه نفسيا لجو رمضاني، ببدأ أعمل ديكور المكان كله لرمضان. بنبدأ أوري له الحاجات اللي هو افتقدها في الشارع، بتاع الكنافة وبتاع القطايف، وهم يعملوا ده بإيديهم، المسحراتي ومدفع رمضان، حاجات ولادنا والجيل محاكاة بتاعنا ما للعادات بقاش يشوفها. اليومية وكل فعلا حاجة فعلا احنا تربينا عليها وكنا موجودين بالظبط، فيهم، بخلق لهم الشارع المصري القديم ببساطته بجماله، علشان وبلبس نغرس المصري فيهم ده برضو ويقضي يوم. العادات الشرقية بتاعتنا، ونغرس فيهم الحاجات الجميلة اللي احنا تربينا عليها، بالظبط ونحافظ دايما عليهم دايما في الإطار اللي احنا كنا غرس فينا القيم والعادات اللي دخلت علينا عادات دخيلة بنحاول بالظبط، ان احنا نبعدها عنهم. بخليهم كل شهر يعيشوه بمناسبته وبحكايته كلها، وده طيب برضو بتساعدنا كتير في تطورهم. تمام. كورونا وفيروس كورونا خلانا كلنا خايفين على أولادنا وخلانا معادينهم معانا في البيت. بالظبط. بعض المدارس أو بعض الفترات اللي هي التعليمية اتلغى حتى الامتحانات بتاعتها. تمام. طيب أولادنا لأن السنة الجاية إن شاء الله هيكونوا داخلين على المدرسة والسيزون الجديد بتاعهم الدراسي، إزاي إن احنا ممكن نحافظ على المستوى على الأقل اللي احنا كنا مدينها لهم في الحضانة؟ الفترة ديت أنا بطلب من كل أم تركز قوي هو الروتين بتاعه كان ماشي ازاي اثناء الدراسه. لازم الروتين ده نفضل محافظين عليه، ما نفضلش سهرانين في البيت طول الليل قدام التي في والام مشغوله او هي متوتره بالاحداث اللي جاريه ومهمله في تصرفاتهم. لا، انا اصحى بدري زي ما كانوا بيصحوا، ابدا اتابع معاهم شويه حاجات بسيطه من اللي كانوا بيعملوها في الحضانه، مثلا اكسرسايز خفيفه، ان احنا نقعد كلنا نفطر في وقت مع بعض، بالعكس وهنقرب من بعض برضو. ابدا الاحظ ابني بيعمل ايه، ابدا اركز معاه اشوفه، انت بتاكل كده، لا كده غلط، ممكن نعمل كذا، لا بعد ما اكلنا نغسل ايدينا. تحافظ على شويه عادات اللي كانت اوريدي هو ماشي بيها في الحضانه. تمام. طيب الشيتس بتاعت المتابعه خلال الفترات اللي هي اللي فاتت اللي كان فيها الدراسه منتظمه، حضرتك كنت بتكلميني عن فكره عندك ان انت تطبقي الموضوع ده على جروبات الماميز على الواتساب. بالظبط، احنا بدأنا ننزل على الجروبات الشيت، بحيث ان المامي تقدر تطبعها ويقدر يفتكر الحاجة ويفضل يشتغل بيها. بننزل لهم فيديوهات، بتابع طول الوقت مع الجروب مع المامي، بحيث ان احنا كل يوم يبقى فيه تواصل، فيه كونتاكت ما بيننا. بنزل لهم حاجات قديمة هم اوريدي كانوا عاملينها معايا علشان يشوفوا ده ويفتكروه، وحفزتهم كمان ان هم ينزلوا لي فيديوهات وصور ليهم من جوه البيت بالحاجات اللي حفظوها معانا في الحضانة. وبالعكس بدأت الولاد تشوف بعض، يعني كل واحد عارف صاحبه او صاحبته اللي معاه في الكلاس، وكانوا بيحبوا يلعبوا مع بعض، بدأوا يشوفوا بعض على الموبايل، فبقوا فرحانين. كل يوم بيبعتوا لي فويس، بيبعتوا لي مسجات، دكتور امير احنا عايزين نرجع، ميس اميره انت وحشتينا، انا الحضانه وحشتنا. سمعت فعلا بالظبط بعض الريفيهات والحاجات عن الاولاد وازاي كنت تعاملكم معاهم خلال الفتره اللي هم فاتت. خلاص واقفين ورا باب الشقه مستنيين الحظر يتفك ويرجعوا الحضانه. ان شاء الله ان شاء ان الله شاء الله ربنا يحافظ علينا وعلى يا صحه رب اولادنا. يا رب. طيب ده الجزء اللي فات اتكلمنا ان احنا ازاي نحافظ عليه، تمام. طيب ازاي بقى احنا ممكن نساعد الام خلال الفترة الجاية ان هي ترفع من المستوى المهاري او مستوى قدرات الطفل، في حالة ان هي مثلا كانت ام بسيطة، او في حالة ان هي كانت ام عندها
قدرات تأهلها ان هي تقدر ترفع من المستوى ده. والله احنا فعلا عندي في الحضانه بدات اعمل مبادرات للمامي، بييجوا يجتمعوا معايا وببدا اديهم محاضرات بسيطه ازاي يتعاملوا مع اولادهم في البيت، ازاي يحتووهم، ازاي يتعاملوا مع المشاكل اللي بتقابلنا كلنا كامهات واحنا بره واحنا جوه واحنا في واحنا خارجين واحنا عند قرايبنا واحنا في النادي. تعملي ايه لما ابنك يعمل كذا؟ تعملي ايه؟ ايه الاسباب؟ لان هو دايما الطفل بيبقى انعكاس لينا احنا، هو انعكاس ومرايه لكل تصرفاتنا. ازاي انا اخلي ابني انعكاس كويس؟ ما ينفعش ان انا اعمل الحاجه وبعدين الاقي ابني بيعملها اقول لا ما هو ابني بيعمل كذا، طب ما هو انا اللي بعمل كده، ابني بيصرخ كتير، ما انت حضرتك طول النهار بتصرخي في وشه. تمام، يعني كل الحاجات دي احنا بنقعد مع المامي ندربها عليها وفعلا بيلاقوا نتيجه وبيجوا يبلغوني ان نجحوا في حاجات كتيره منهم طبعا بمساعده الحضانه. يعني حضرتك دلوقتي دور الحضانة غير زمان، ما بقاش مقتصر عن ان احنا بنتعامل مع الطفل بس، بقينا بنتعامل معاه هو كونتاكت ووالده كامل فعلا ووالدته بالظبط، واحيانا والمحيطين بنتطرق للجد والجده كمان بالظبط، لان هم بيسيبوا اثر كبير في جدا شخصية اولادنا جدا. وده بيكمل معاهم خلال الفترة اللي جاية. دكتورة أميرة نورتينا اتفضل. انا النهاردة اسعد بيكم، في انا اسعد برنامج بيكم اسعد يا قلبك فندم، مع شاذلي، انا اسعد، واسعدتينا في الدردشة الجميلة انا دي اسعد بحضرتك، باللقاء الجميل ده. ربنا حابين يخليك، نقدم لك نيابة عن أسرة البرنامج هدية كده من ميرسي أسرة ميرسي جدا ميرسي جدا، البرنامج الف إن شكر شاء الله. اتفضلي نورتينا، الف شكر. وطبعا دي أقل حاجة من أسرة البرنامج نقدر نقدمها، احنا بنقدم لحضرتك شهادة تقدير شكرا شكرا لحضرتك، وتكريما لحضرتك ربنا يخليك، درع ميرسي التكريم جدا بتاعنا. ميرسي جدا. زي ما شفتوا كده دور الحضانة اختلف عن زمان، ما بقاش متوقف على جزئية ان احنا بنتعامل مع الطفل بس، بقينا بنتعامل مع الأم. فرق كبير زي ما سمعنا من دكتورة أميرة بين المكان اللي بيبقى مبني على أسس وصحابه، زي ما شفنا كده أصحاب هدف وأصحاب حلم. شكرا ليكم، وإن شاء الله نكمل في الجلسة اللي جاية، استنونا عندنا فقرة جميلة جدا.